اسمحوا لي ارحب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكره على تلبية دعوة اتحاد القبائل والعائلات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني. بنشكره على تلبيته الدعوة وحضوره النهاردة احتفالية مرور 51 عام على نصر أكتوبر المجيد. ورفعنا العلم، نقطة تحول في تاريخ مصر. التاريخ بيتعاد من أيام أحمس، وهتفضل مصر باقية، وهنفضل إحنا خير أجناد الأرض. تعظيم سلام، تعظيم سلام، تعظيم سلام لكل شبر في أرضها، ولكل جندي سهران يحمي عرضها، وأي محنة ولادها دايما قدها، حالفين يمين على الكلام ده من سنين. ناس بنقابلهم كل يوم من غير ما نعرف حد من التحديات اللي بيقدموها. مش بتكلم عن أبطال في صفحات التاريخ والأساطير، دول أبطال بيوصلوا رسالة إن البطولة مش دايماً سلاح في المعارك، لكنها في القدرة على الصمود، على التعبير، وعلى تحويل التحديات لفرص. ناس بتعيش وبتشتغل وسط التنمية اللي بنشوفها في بلدنا، من الصعيد لسينا ومن الوادي الجديد للدلتا. دول اللي بيبنوا الوطن الجديد بسواعدهم، بحلمهم، وبطموحهم اللي بيحرك ملايين مننا. في بلاد الكرم والجود، في بلاد الإحساس موجود، في بلاد الإنسان وأخوه يقول له بيحصل إيه في دنيتك. حكاية أكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش، والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط، ده كان نصر وراه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه، وعايز أقول لكم تحدى التحدي نفسه. وعشان كده الانتصار ده غالي قوي، والدفع فيه كتير من دماء شبابنا، دماء المصريين، وأيضا السلام الدفع فيه كتير قوي، على رأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات. في تحديات قدامنا أكيد، لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار، وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا، ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي إحنا بنتمناه. وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك، يلحقوك وفي وقت الشدة.